انا المصري كريم العنصر لهم في الدنيا آلاف. مشاهدينا نحييكم من جديد وما زال معكم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن القضايا الاساسيه التي تشغل الناس الان. طيب دكتور سيد هنا في الانتخابات النيابيه بدا الاخوان يستخدمون قبل ما اقول انتخابات نيابيه يستخدمون فزاعه يعني مثلما كان النظام الاسبق يستخدم فزاعه الاخوان لتخويف الناس انه البديل هو الاخوان ولتخويف المجتمع الدولي الاخوان يستخدمون ايضا الان فزاعة النظام الاسبق نظام مبارك لتخويف الناس من انه النظام الاسبق سيعود هل تعتقد بانه ظهور بعض المنتمين للنظام الاسبق على الساحه خطا يجب تفاديه الحقيقة خطا وهي مش فزعه ويمكن مش بيستخدمها الاخوان وحدهم ولكن بيستخدمها شباب الثوره شباب الثوره ايضا وحتى الاحزاب السياسيه التي شاركت في الثوره واحنا مش ضد ان الاحزاب ان اعضاء الحزب الوطني يمارسوا العمل السياسي، يعني الحزب الوطني كان فيه مليون اثنين اي عدد من المواطنين كانوا بينتموا الى الحزب الوطني عشان يخلصوا مصالحهم. لكن انا ضد دول يعني ينتموا لاي حزب سياسي كما يحلو لهم يمارسوا العمل السياسي بشكل باي شكل او اخر، الدستور لغى فكره العزل السياسي لاي مواطن، الدستور لنا الحمد لله افخر انني شاركت في صناعته لغينا العزل السياسي لاي مواطن. لكن إعادة استنساخ الحزب الوطني مرة أخرى، فيرجن جديد من الحزب الوطني وكل قيادات وربوز الحزب الوطني ووزراء الحزب الوطني السابقين يجتمعوا في هذا الحزب، هذا هو الخطر. يعني م. إحنا كان لنا زميلنا في الهيئة العليا اللي هو سفير نور يعني بيقول لي أنا رحت حضرت دشقة أو تجمع هذا الحزب أو هذا كيان تجمع تحت لافتة معينة مش عايز أقول اسمها فبيقول لي رايت الوزراء السابقين بتوع الحزب الوطني كلهم كل قيادات الحزب الوطني القديمه اللي ده اللي من سنه 90 و85 واللي لسه عايش منهم واللي نواب اللي كان لحد 2010 فبيقول انا وقفت كده وقلت لهم يعني يعني فاضل ان احنا نعلن ان خلال 10 دقائق يصل السيد الرئيس محمد حسني مبارك فعلا هذا المشهد فعلا مش فزاعه ده واقع اعاده استنساخ الحزب الوطني مره اخرى واقع في اتجاه الله اعلم نية او بسوء نيه لتمكين بعض هذه القيادات اه واقع بنلقى هجوم شرس جدا وانا كرئيس الوفد بألقى هجوم شرس جدا من هذه القيادات من خلال الازرع الاعلاميه التي يمتلكونها والتي يعني يوجهونها باي وسيله او باخرى اه بنلقى لمجرد ان احنا نعترض على وجوده لكن انا بقول ده خطر دي مش فزاعه ده حقيقه على ارض الواقع خطر يجب أن نواجهه. يجب يعني أن نتداركه وإلا وإلا سنواجه للأسف الشديد عقب الانتخابات النيابية بخطر حتى لو الفريق السيسي رئيس الجمهورية. يعني الانتخابات النيابية القادمة لو أتت بما كان بما بما حدث في انتخابات 2010 وقد يحدث بدون تزوير. وقد يحدث وفق نظام الانتخاب الذي يوضع ان تسيطر يسيطر المال والعصبيات والناس اللي عائلات اللي يعني في 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 عائلات النيابه في في بقالها 20 سنه و30 سنه عندها تفاجئ ان الاغلبيه داخل البرلمان من الحزب الوطني القديم ستكون هناك كارثه 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 وسيستخدم الشباب كراس حربه شباب الثوره شباب الثورة سيستخدم كرأس حربة من قبل الإخوان وغير الإخوان وهتكون هناك مشكلة كبيرة جداً ودي لازم ندرسها وحقيقه الامر انا قلت هذا الكلام في احد الاجتماعات السابقه آه, للاستفتاء على الدستور وقلت انا اخشى ما اخشى على الدستور آه, ان نسبه الحضور ما تبقاش كما يجب ان تكون انا كنت ارى ان نسبه الحضور لو آه آه يعني الامور في طبيعتها تصل الى آه ما يقرب من 30 مليون وكانوا اللي هيروحوا كلهم هيقولوا نعم يعني المجموعه التي لم تذهب كانت طب ال مليون اللي وقعوا مننا دول بسبب ايه؟ بسببين لسببين السبب الاول هو ظهور قيادات الحزب الوطني على الساحه السياسيه ودعايتهم للدستور وكانت كل بقى اللافتات كلها صوره فلان الفلاني ويؤيد الدستور في كل قرى وكفور ونبوع مصر وهذا جالي من خلال اللجنة التي تعمل في المحافظات وقالوا ان دي هتجيب نتيجه مش كويسه ولها تاثير سلبي على المواطن العادي او الناخب العادي. اه لانها المواطن العادي كان عازفا عن المشاركه في ظل وجود هؤلاء. فلما, فلما لقاهم موقف يجدهم... ودي انا حذرت منها في اجتماع كان في اجتماع للجنه الازمات وكنت انا حاضره وحذرت من النقطه دي ايضا حذرت من الاسراف في الحمله الاعلانيه التي يقوم بها يعني بعض ال المصريين لان ما فيش جهه رسميه تقف وراءها اطلاقا ولكن بعض المصريين او بعض الشخصيات اللي كانت داعمه للدستور بالغت جدا في الحمله الاعلاميه لدرجه خلت الناس يعني تحس تشعر ان الدستور ما معدي معدي ما خلاص الناس كلها بتقول نعم هنروح ليه بقى ما الناس كلها بتقول نعم خلاص فالسببين دول كانوا سبب وراء عزوف عدد من الناس مؤيد أوه. للدستور طب هنا يعني للسارة. حتى هنا اذا إز جاز لنا ان ان نقول وان نناشد انك لن تستطيع ان تمنع بالقوه يعني في يعني في النهايه هتمنعه ازاي انما على رموز النظام الاسبق ان يختفوا يعني خلاص يعني ظهوركم خطر بالظبط واذا كنت تعتقد انك بحماسك ده آه يعني آه تبغي حتى مصلحة الوطن ده لو خدت الجانب اللي فيه حسنية مش مصلحتك الخاصة لأنه ربما يخطط لمصلحتي بعد ذلك لكن آه تنصحهم يعني بآ بالاختفاء وعدم الظهور خاصة في التوقيت الحالي أنا مؤمن بأنه كل واحد لابد أن يدفع ثمن اختياراته يعني أنا من بداية حياتي وأنا لسه شاب صغير اخترت حزب معارض وانتميت إليه وكنت مستعدة أن أدفع الثمن هؤلاء اختاروا اختاروا الحزب الحاكم وطبعا مش عن قناعه بمبادئ الحزب الحاكم ولا عن ايمان بثوابته وقيمه وتقاليده وفكره لا اختاروا الحزب الحاكم لان هذا الحزب يحقق المصالح او على الاقل يحمي المصالح طب انت اخترت هذا الاتجاه وهذا الاتجاه سقط لابد ان تعترف بالواقع تعترف بالواقع ده اختيارك ما تجيش تختار اختيار وبعدين عندما تقوم ثوره تنصف من كان ضد هذا ضد اختياراتك عايز تزاحم هؤلاء في وتعيد الاختيار الذي انتميت اليه فيما قبل والذي قامت ضده ثوره والثوره الثانيه هي الثوره الاولى ما نقدرش نفرق الاثنين عن بعض طبعا ما احنا بنؤكد 36 لاسترداد 25 يناير بالظبط لاسترداد 25 يناير وانا لا يعني في قيادات محترمه جدا في الحزب الوطني وفي شرفاء في الحزب الوطني لكن ان يتجمعوا في رابطه واحده او حزب واحد يبقى ده استنساخ للحزب الوطني باسم جديد وكاننا نخدع الشعب من حقهم ان ينتموا الى الاحزاب السياسيه القائمه عندنا في مصر النهارده 90 حزب سياسي او 80 او 70 عيل عدد موجود انتموا لهذه الاحزاب والاحزاب هترحب بيهم لكن ان نجمعهم جميعا بفكر واحد في حزب واحد يبقى اعدنا استنساخ الحزب الوطني مره اخرى وده خطر طيب طبعا ده خطر لان احنا الحقيقه لما يعني بعضهم حتى لما بيجوا بالصدفه يتناقشوا معانا فيقول لك ايه يعني اروح في نفسي؟ طب اموت نفسي؟ يعني انا كنت مع النظام الاسبق آه فهنا ما بنقولوش موت نفسك لكن على الاقل اعترف بهذا الواقع حتى لا يستفيد منه الاخوان، الاخوان يحاولون ان يستفيدوا آه من ذلك، بالاضافه الى انه لا توجد سلطه مستقبليه في مصر آه يمكن ان تشرك معها رموز النظام الاسبق والا ستنتحر يعني بالضبط. بالظبط انا عايز اقول لحضرتك حاجه ما احنا امام تجربه حدثت في الوفد سنه 53 تم حل حزب الوفد وهو اكبر الاحزاب السياسيه في الشرق الاوسط آه. وكان الحزب الحاكم بكل في كل انتخابات خضها اه ما حدش واتحكموا اه قيادات الحزب الوفد وزج بهم في السجون ليه ما قالوش ان احنا هندفن نفسنا وهنموت نفسنا خلاص ام نظام قضى كان اختيار ما قبل الوفديين اختاروا ان يكونوا وفديين دفعوا الثمن دفعوا الثمن في السجون ودفعوا الثمن في الاعتقالات ودفعوا الثمن نحاس باشا في تحديد اقامته وفؤاد باشا تراجيدي اتسجن دفع ثمن اختياراته ما جاش فؤاد باشا في يوم من الايام لك انا وده استاذ السياسه كلها ما قالش ان انا اندفن او ما اروح اشتغل بقى مع الاتحاد الاشتراكي لا ما قالوش كده احترموا اختياراتهم ودفعوا ثمن اختياراتهم بكل رضا ووطنيه فيعني مساله ان انا اندفن انت اخترت انت اخترت نظام سقط اخترت حزب اسقط النظام مش النظام اللي اسقط الحزب الحزب اسقط النظام انت اخترته وارتميت في احضانه مش حبا في مبادئه ولا اقتناعا بافكاره، وبالتالي عليك ان تدفع ثمن هذا الاختيار، امامك احزاب اخرى، لو لك فكر وانتماء، لو يساري في احزاب يساريه، لو لو قومي في احزاب قوميه، لو ليبرالي في احزاب ليبراليه، لكن ان يتجمع الحزب الوطني مره اخرى في كيان واحد اسمه الحزب الوطني الجديد، نسميه بقى ايه؟ نسميه ايه؟ مش عايز اقول اسماء مش الحقيقة, الحقيقه لا يجب ولا يصح وده حضرتك كان 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 يعني يعني ب, 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 بتستفز كل من قام بثوره 25 يناير استفزاز استفزاز لشباب هيكون هذا الشباب سهل جدا اثارته وسهل جدا استخدامه كراس حربه و, وفي ظهره حاجات كتيرة جدا يعني حشد ودعم وتمويل وكل حاجة لكي يثور الشباب مرة أخرى على الحزب الوطني القادم الجديد فده خطر بيهدد مصر وبيهدد وبيهدد استقرار مصر احنا عايزين نبدأ نبني أما أبدأ ابنى, أبني ما يهمنيش بقى قطاع يحرم من ممارسة عمل السياسي أنا عايز أبني مصر احنا مستعدين في الوفد يعني اه نقعد بره المشهد السياسي بس المهم مصر يعاد بنائها من جديد على أسس سليمة احنا بنحلم بـ 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 بنهضه حقيقيه وانا شايف كده وغيري يعني انا يعني انا بقول لحضرتك وانا ازعم ان انا بشوف كويس مصر على ابواب نهضه حقيقيه تعدنا الى عصر محمد علي لدينا لو ربنا اراد واصبح لدينا قائد يدير ويثق فيه المصريون حنصبح على بعض لا لانهم سيتحملون معه و... كده فمش عايز اي عائق يقف في طريق تحقيق هذه النهضه احزاب كتير موجوده على الساحه انضموا لهذه الاحزاب تفرقوا ما تتوحدوش في حزب واحد حتى لا تثيروا آآ يعني آآ غضب شباب ثوره 25 يناير طيب استكمالا لده هل عشان كده حضرتك يعني الـ الـ انت متحمس للقايمه لكن الذين يتحمسون في الانتخابات النيابيه، الذين يتحمسون للفردي هم اللي بيقولوا ان القايمه دي هي اللي هترجع الاخوان والحزب الوطني على اعتبار ان الاحزاب عندنا يعني بسبب المعاناه الشديده والتضييق الشديد عليها طيله السنوات الماضيه لا تتمتع بشعبيه ولا تحظى بتواجد شعبي. وبالتالي انت تتحمس للقايمه والشباب حتى يقولون انه اللي حيعيد الاخوان والحزب الوطني هو شباب هي القائمة هو شباب تمرد بس اللي بيقول كده عشان بس اكون واضح من يردد هذا الكلام هو شباب حركه تمرد آه. فقط لا غير وانا اعلم ما السبب بس مش هقوله إيه؟ بس مش لكن هو شباب حركه تمرد هو الذي يردد هذه المقوله وبلا خبره سياسيه كل الاحزاب السياسيه حضرتك كنت حاضر في اجتماع الرئيس اه وتم التصويت على الانتخابات بالفردي او بالقائمه او بالمختلط واعتقد 56 واحد وافقوا على النظام المختلط اللي هو بين 50% 50, 50% او اه وحوالي 23 واحد اللي طلبوا بالفردي الشباب اللي بيطالب بالفردي هو شباب تمرد عدا ذلك كل الاحزاب السياسيه التي تجيد قراءه المشهد السياسي بتطالب اما بالقائمه او بالنظام المختلط 50 50 لانها تعلم جيدا انا عايز اشرح ده شعبيا بس للناس عشان ساعات بيسالوني يعني ايه فردي وقايمه فبقعد اش عش... يعني الـ والمختلط الـ عايز اوضح للناس القايمه والفردي ثم كيف اجمع بينهما يعني شوف حضرتك الفردي اللي يكون دوائر فرديه على فرد الشكل التقليدي انه, انه التقليل. فلان نازل باسمه وبرمزه الانتخابي يعني بالظبط المختلط ان تجمع بين النظام الفردي مصر النهارده وفقا للنظام القديم كانت متقسمه الى 222 دائره انتخابيه م. احنا لغينا نسبه العمال والفلاحين وبالتالي اصبح لديك الفرصه ان تمثل كل دائره انتخابيه بمرشح واحد الدائره الصغيره فهنا بيخش مرشح مستقل او مرشح حزبي او اي مرشح اخر على دائرة, مم. على دائرة صغيرة، حتقولي الإخوان هينافسوا؟ طب ما الإخوان هينافسك على الدائرة الصغيرة بتاعت زمان. مم. والخمسين في 50% بالقوايم. وليه بقول بالقوايم؟ 50% دي هتدي للأحزاب فرصة التواجد حتى يتوافق نظام الانتخابات مع الدستور. الدستور المصري في المادة الخامسة بيقول إن النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب والتداول السلمي للسلطة. أي تداول سلطة هيتم بين مستقلين ومستقلين ولا بين احزاب واحزاب فيكون بين احزاب واحزاب وبالتالي لا بد ان تدعم التجربه الحزبيه نظام الحكم ايضا نظام الحكم جعل في حكومه برلمانيه بتكلف هذه الحكومه بين الحزب او الاحزاب الحائزه على الاغلبيه طب لو طلع 90% من البرلمان مستقلين هنشكل حكومه من مين من مين فده الدستور اللي الناس وافقت عليه تقوم تعمل قانون انتخابي يتفق مع الدستور ويتفق مع بناء فعلا المؤسسات الديمقراطيه لا توجد ديمقراطيه في مصر بدون تداول سلطه ايام الرئيس الاسبق حسن مبارك كان هناك كل مظاهر الديمقراطيه يعني كان في مؤسسه كان في احزاب سياسيه كان في حريه صحافه كان في حريه اعلام كان في مؤسسات سياسيه واقتصاديه قويه كان في كل مظاهر الديمقراطيه عدا شيء واحد تداول, هو تداول السلطة. السلطه مع ان الديمقراطيه هي, تداول, هي السلطة. تداول السلطه لو انت قضيت على الاحزاب السياسيه طب ما انت قضيت على تداول السلطه ويجي لك بقى حاكم لوحده بعد كده على طول يتنوا على طول وممكن يتعدل الدستور ببرلمان طب هم عندهم مخاوف بيقول لك القائمه هترجع الحزب الوطني والاخوان لا الفردي الفردي اللي يرجع الحزب الوطني والاخوان القائمه بترجع الاحزاب السياسيه واحنا لنا تجربه في انتخابات 2011 يعني في انتخابات 2011 في ظل القوائم الاخوان خدوا 116 مقعد أحزاب جبهة الإنقاذ خد 115 مقعد الإخوان، أحزاب جبهة الإنقاذ خدت 116 مقعد في الفردي الإخوان اكتسحوا اكتسحوا خدوا 107 مقعد من 166 مقعد فهي مسألة واضحة كان عندنا شكل للتجربة الحزبية بدأت تتبلور يعني بدأ في أحزاب ثلاث أربع أحزاب يشكلوا الحياة السياسية يعني بقى في الوفد بقى في الكتلة اللي كانت من مصر الديمقراطي والمصير الأحرار بدأ فيه شكل الأربع خمس أحزاب سياسية تظهر وكان لو الممارسة استمرت كنا هنبني على هذا على, على, البداية دي أنا لما أجي النهاردة أقطع المسألة وأقضي على الأحزاب مش هعرف أقوم أحزاب تاني وده مش لمصلحة الوفد يعني أنا رئيس الوفد النهاردة أنا رئيس الوفد تنتهي كمان 3 أربع شهور أنا بتكلم عن مستقبل هذا الوطن ومستقبل أوه. الديمقراطية اللي هي قائمة على تداول السلطة بين حزب أحزاب قوية قادرة على تداول هذه السلطة وبالتالي أنا بقول إن قانون انتخابات بالقايمة والفرد 50% 50% هو الأفضل وبعدين افرض الإخوان دخل طب ما يدخل هيدخل كام واحد يعني ما احنا مش هنتن بقى نجمد الحياة السياسية زي أيام النظام الأسفل بسبب هذه الفزاعة ما هو نظام أيام اللي هو خالد اللي هو, خالد اللي هو حبيب العدلي كانت الفزاعة الإخوان مش هنعمل أوائم لحسن الإخوان يخش أهم دخلوا ومسكوا الحب لو تنينا الفزاعة دي مش هنعمل أوائم عشان الإخوان يخشهم بعد عشر سنين خمسة سنة هنلاقي الإخوان في الحب سيب الأحزاب هي القادرة على مواجهة الإخوان قبل ثورة 52 وخمسين كان الإخوان بقمة قوتهم بوجود حسن آه. البنا ما كانوش بيقدروا يواجهوا الوفد لأن كان في أحزاب والوفد ولا غير الوفد كان في أحزاب قوية بتواجههم انما ان يكون قاصر الامن فقط اللي يواجه الاخوان ده غير مطلوب هتيجي مرحلة وفتره من الفترات ينتصر الاخوان على الامن مره اخرى، ونعيد الخطا التاريخي اللي احنا ارتكبناه في ظل النظام الاسبق. طيب من الاسئله ايضا المصارع، هل صحيح البعض بيروج ان السلفيين لم يشاركوا في الاستفتاء بما فيهم الذين ينتمون لحزب النور؟ يعني عاوزين يقولوا انه حزب النور خدعنا، تحمس للدستور ولكنه لم يشارك، هل تعتقد بصحه ذلك؟ لا أنا لا أعتقد بصحة ذلك بس أنا عايز أوضح حاجة آه. السلفيين حزب النور لا يستطيع أن يتحكم في التيار السلفي في مصر كله وقدرة حزب النور على على التحكم في التيار السلفي محدودة جدا هناك مم. مجموعة من مشايخ السلفيين الذي الذين يثق فيهم التيار السلفي في مصر أما حزب النور قدرته على التحكم في التيار السلفي فهي قدرة محدودة اه الحزب النور أدى قام بدور وطني عظيم جدا في لجنة الخمسين وقام بدور وطني عظيم جدا بعد إقرار الدستور بعد الانتهاء من صناعة الدستور م. ولولا دفاع حزب النور عن الدستور بأن هذا الدستور لا يوجد به نص واحد يخالف الشريعة الإسلامية لعجزنا جميعا كأحزاب مدنية عن توضيح هذا الأمر للمواطنين البسطاء فحزب النور سواء شارك بأعداده لكن يكفي أنه من خلال لقاءاته ومؤتمراته واللي عقدها كان دائما ما يدافع عن أن هذا الدستور لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ودي النقطة اللي كنا كلنا نحتاج لها وما كانش حد فينا يقدر يدافع بقدر كلمة واحدة قال تقال من في ظل حملات تحاول أن تشوه الدستور وتقول أنه يعتدي على الشريعة الإسلامية ودستور الملحدين بالظبط كده و... فالحقيقة يعني هذا دور لابد أن نشكر جميعا حزب النور عليه وبصراحة أنا ضد الحملة التي يعني تروج ضده يعني يكفي يكفي ما يراه من من جماعة دعم أو تحالف الشرعية يكفي ما يراه من هجوم وتجريح واعتداء على قياداته في مؤتمراتهم ولقاءاتهم ويعني موجود يعني في يعني في قائمة على فكرة في قائمة اغتيالات أنا نمرة واحد في الأحزاب السياسية ورايا الدكتور يونس مخيون على طول رئيس حزب النور آه. يعني في الحزب السياسي السيد البدوي رئيس حزب الورد. بعدين نمره دكتور يونس محمود رئيس حزب النور فمعنى هذا ان يعني انهم ايضا مستهدفون, مستهدفون ويدفعون ثمنا بالضبط بالظبط يعني. كده طيب اه فيما يتعلق بالموقف الدولي وانا بنوع الاسئله هل تعتقد ان موقف الامريكان والدول الاوروبيه التي ابدت في البدايه استعدادها لاعاده الاخوان وتحمست لذلك وربما طبخت بعض الطبخات التي فشلت وبعض المؤامرات التي أحبطت هل سيتغير الموقف بعد ولادة الدستور هو بدأ يتغير فعلا يعني أنا التقيت بمجموعة من السفرة وبدأ يتغير فعلا آه، الأمريكان آه بيحسبوها بالمنطق وبالورقة والقلم ما يعرفوش طبيعة الشعب المصري وأخطأوا في حساب قدرة الإخوان المسلمين أو قوة الإخوان المسلمين على الأرض لكن طبعا بعد هذا الدستور ايقن العالم كله ان الشعب المصري لا يمكن ان يتدخل اي كائن من كان او اي دوله صغرت او كبرت في شؤونها الداخليه. ودي درس لكل الدول العربيه والاجنبيه. انا لابد ان نكون احنا يعني انا بتكلم كحزب الوفد او أتكلم كمواطن مصري لابد ان نحافظ على علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه. وعلاقتنا بالاتحاد الاوروبي ولكن علاقات قائمه على النديه والتكافؤ وعدم السماح بالتدخل في اي شأن من شؤوننا الداخليه الدرس ده احنا اديناه لهم والحقيقه كان في صلابه شديده جدا من القائمين على اداره امور البلاد في مواجهه اي تدخل في الشان الداخلي بشكل حفظ لمصر كرامتها ومش عايز اقول يعني انا كنت حاضر مع احد القيادات الموجوده في مصر ورايته يتحدث مع قياده امريكيه كبرى بـ بـ بعز باعتزاز شديد وبلهجة حادة الحقيقة خرجت فخور بهذا الموقف ف... انه 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 نتعامل بنديه بنديه يمكن وليس بتبعيه يعني يمكن بنديه يمكن قد يكون يعني كلماته كانت اكثر حده من من مصطلح أه نديه فلا أه يعني لا مصر مصر بقت دوله يحسب لها الف حساب لان هذا الشعب الحقيقه شعب جبار وهذا الشعب فعلا لابد وان يخشى بأسه ويعمل له اي الف حساب من كل دول العالم، وهذا الشعب في لحظه نبقى في حاله يأس لكن تيجي بريق كده يعمله ينور به الدنيا كلها. فالعالم ايقن هذا دلوقتي. طيب هل توافق على مصطلح الطابور الخامس الذي يستخدم كثيرا في المجتمع المصري لاتهام بعض النشطاء وبعض المثقفين وبعض أيضا الذين كانوا منتمين لثورة 30 ستة بأنهم بمثابة طابور خامس هل في طابور خامس؟ لا أنا يعني أرفض هذه الفكرة لكن لابد أن نؤمن كمان بالاختلاف في الرأي آه يعني لابد أن نؤمن بأن هناك أشخاص كانوا جزء من ثورة 30 ستة واختلفوا واختلفت وجهة نظرهم نتيجة يعني بعض الامور في اداره الدوله هم يرونها خطا فلا بد ان نؤمن بالاختلاف في الراي مش معنى واحد اختلف معايا في الراي اعتبره طبور خامس لا يمكن ده ارهاب فكري ده ارهاب فكري احنا بنتكلم على يعني حريه الفكر الثوره آه. قامت من اجل عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه فبعد العيش على طول كان الحريه والحريه تشمل حريه الفكر حريه العقيده حريه الانتماء السياسي ما يجيش انا اقول انا واحد قال انه رايه ضد مثلا ممارسات معينة اعتبره طابور خامس الحقيقة انا ضد هذا هذا التصنيف وده ارهاب فكري وانا يعني اسمعه واقرأه كثيرا وانا مختلف مع هذا التوصيف طيب وان كنت لأتفق مع بعض التصرفات يعني هذه التصرفات لا توافق فكري لكن لازم احترمها يعني يعني حضرتك ليك راي انا مختلف مع راي بتاع حضرتك فيه أقدرش آه. اتهمك بالخيانه والعماله وانك طابور خامس لمجرد ان رايك اختلف مع توجهي او مع توجه السواد الاعظم من المصريين ده بي ده ده ارهاب فكري غير مقبول طيب ايضا قطر يعني البعض يتعامل او انه الصوره الواضحه الان انه قطر من خلال قناه الجزيره يعني وكانها مصممه على التامر على مصر، يعني انتقلت من التحالف مع الاخوان الى التامر على مصر واستخدام قناه الجزيره ايضا في محاوله واضحه لتشويه ثوره 30/6 والحديث عن القمع والقتل والاستبداد وتشويه القوات المسلحه ايضا. هل يجب ان نتخذ موقفا اشد مع قطر؟ طبعا قطر بتلعب دور من زمان مش من دلوقتي. حتى من ايام النظام الاسبق وهي بتلعب دور مرسوب ليها وموجهه فيه. و يعني اداتها او الاليه اللي بتستخدمها هي قناه الجزيره. النهارده قناه الجزيره لم تعد تؤثر في الشعب المصري. زمان ايام النظام الاسبق كان لما قناه الجزيره بتبث اخبار بتبث اخبار كنا بنثق فيها لان كان عندنا الاعلام المصري اعلام لا نثق فيه بالذات الاعلام الحكومي في ذلك الوقت. لكن النهارده الشعب المصري بيص... يعني بيصب اللعنات على قناة الجزيرة في كل مكان و... وما عادش حد بيشوف قناة الجزيرة ولا يثق في أي كلمة تقولها لكن أيضا أقول أننا يجب أن مصر كدولة كبرى وكزعيمة وك... ك... ك... المنطقة العربية أبى من أبى وشاء من شاء وستظل زعيمة للمنطقة العربية بحكم تاريخها وثقافتها وحضارتها ومواقفها في مع هذه الدول بتتحمل تصرفات الصغار ويجب الا نرد على تصرفات الصغار بتصرفات صغيره هنتحمل وفي النهايه هتظل مصر كبيره وسيظل وسيظل الصغار صغار سؤال الاخير يقول البعض انه السيد عمرو موسى كان أكبر ذكاء هو الان يحظى بشعبيه كبيره بينما انخفضت شعبيه حمدين صباحي مثلا هل تجزم بصحه ذلك اه يعني هتكلم عن شعبيه عمرو موسى اه ما اقدرش اتكلم عن شعبيه حمدين صباحي <applause> يعني لكن اه طبعا عمرو موسى يستحق ان يحظى بهذه الشعبيه آه انا زملت السيد عمرو موسى في لجنه الخمسين وعمر وعمرو موسى كان مرشح الوفد في انتخابات الرئاسه في 2011 وكنا ندعمه وكان المرشح الرسمي لحزب الوفد وزاملته في لجنه الخمسين ورايت كيف يدير رجل الدوله امور اي مهمه يتولاها كان صبورا جدا تحمل الكثير هادئا كان يعني استوعب غضب لان احنا في لجنه الخمسين عايز اقول لحضرتك انا بطبيعتي هادي جدا لكن في لجنه الخمسين كنت في حالة احتقان شديدة جدا يعني كنت اروح بالليل نناقش المناقشة مجموعة من المواد انام بالليل ما اقدرش انام افتكر ان في خطأ حدث اروح تاني يوم في حالة غضب شديد جدا منفعل وعصبي. من وعصبي عشان اعيد مناقشة المادة مرة اخرى مش ك... انا بقى وغيري كان كده وكان اللي بيتحملنا كلنا الحقيقة كان السيد عمرو موسى فهذا الرجل له فضل كبير في خروج الدستور بهذا القدر من التوافق وبخروج لجنة الخمسين بهذا المظهر الحضاري آه التي لا ب... بالإضافة أنا أقصد كمان آه يعني واقعيته يعني هنا حينما ظهر أمام الناس إنه عازف عن فكرة السباق الرئاسي آه وتخلى آه عن طموحه وحدد موقفه بإنه آه الفريق أول عبد الفتاح ربما ده أكسبه شعبية أكثر بالإضافة إلى إدارته للجنة الخمسين بالفعل هي أولا انتخابه لرئاسه لجنه الخمسين 50 كان باغلبيه كبيره. رئاسته لجنه الخمسين 50 كانت يعني فيها يعني ابدى قدرات عاليه جدا. عزوفه عن اي منصب يعني عن اي منصب آه. واعلن في ذلك الوقت عزوفه عن اي منصب ايضا اكسب احترام الراي العام المصري هو ده درس يعني ربما انه حينما يدرك الناس جميعا انه الشخص عازف عن السلطه ده ربما يكسبه شعبيه اكبر ده صحيح ده صحيح طيب سؤال آه اخير طاهر ابو زيد ايضا الكابتن طاهر ابو زيد ينتمي لحزب الوفد آه هل ساندتموه في ازمته الاخيره مع الحكومه يعني آه ولا بتساندوا النادي الاهلي لا لا طبعا الحقيقه مش فكره بنساند النادي الاهلي بنساند النادي الاهلي طبعا كلنا نساند النادي طبعاً الاهلي طبعا 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 آه مش 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 خلاف بين ما هو طاهر ابو زيد ابن النادي الاهلي يعني الكابتن طاهر هو ابن النادي الاهلي اه طاهر بقراره هذا لا يسعى ضد مصلحه النادي الاهلي بل يعني انا ارى انه يسعى لصالح النادي الاهلي وطاهر ابو زيد وزير في حكومه احنا لا نتدخل في عمله لكن طبعا اه يعني هنا هو مش وزير وفدي لا مش وزير وفدي يعني هو آه. مش وزير وفدي الحقيقه وكل من مثل في الحكومه يعني يعني جمد عضويته في الحزب حتى تنتهي فتره وزارته في الحكومه آه بتوجه لحضرتك بالشكر الف شكر دكتور سيد البلوي رئيس حزب الوفد وبالتاكيد السؤال الاساسي عند الناس وانا بختم انه هل سيخوض الفريق اول عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسه تجزم حضرتك بنسبه كام انه سيخوض؟ اجزم بنسبه بنسبه كبيره جدا انه سيخوض انتخابات الرئاسه وسينزل على اراده الجماهير ولو فعل غير كده ما يبقاش الفريق عبد الفتاح السيسي اللي يستحق ثقة هذا الشعب وهذه الجميلة التي وثقت فيه، لأن أنا متأكد أن هذا الرجل لديه يعني إحساس بـ بـ بحب المصريين له، بثقة المصريين فيه، لو خذل المصريين ما يبقاش هو الفريق عبد الفتاح السيسي، فأنا على يقين إن شاء الله إن شاء الله إنه حيخوض هذه الانتخابات. بتوجه لحضرتك بالشكر ومشاهدينا ناقشنا كل القضايا والملابسات الكثيرة والمختلفة غدا حلقه جديده ان شاء الله تصبحون على وطن